الصافي الفضة الصافي لها نسبة على حسب العيار اللي بغيتها، نسبة نحاس. الصافي ما يصلح شغل لأن يجيك مادة رطيبة تو ينقص الفضة. نشتغل الفضة وندوبها في النار. وفي الأول كانت المكاين بلا مكاين، الأول يخبرونها الأولين وبعدين يتهم مكاين حق يد. كقيمة تجارية لتبادل السلع فيما بينهم البين. ثم بعد ذلك عندما جاءت عملات أخرى أصبحت الفضة تمثل غطاء للأوراق النقدية أو للعملات الأخرى. يكون هو حديث عن الإنسان، لأن الإنسان أول ما عرف في حياته من مواضيع البيع والشراء والدخل العام هو بالفضة، فكانت تصك العملات بالفضة. ثم بعد ذلك انتشرت الفضيات بأشكالها وأنواعها المختلفة إلى أمصار كثيرة من دول العالم، ومنها الدول العربية ومنها اليمن بصورة عامة. فأصبحت الفضة بالنسبة لليمن هي وجه آخر لليمن، فإننا نجد في صنعاء وفي مناطق أخرى من حواضر اليمن المشهورة، سواء كان ذلك في الدول اليمنية القديمة أو فيما بعد، ظلت الفضة عنصر هام للتداول في الأسواق الشعبية. وأيضا هنا في حضرموت، ونحن نتحدث الآن عن حضرموت وحواضرها المختلفة، الشحر والتريم وشبام، كانت الفضة هي سائدة بين الناس. نحن كنا نيجي عند الوالد هنا ماشي عمل ما نعمل، إنما بس نشوف إيش يعملون، ونجلس هنا في المحل ننظر معاهم بس إيش يعملون بس. وكان أول في الوقت الأولي ذاك صلاة الظهر، هذا يبتون يصلون الظهر ويصلون المغرب، نحن نجلس في المحل ونقرب عقدة بدون ما يدرون شيء عن شيء. يعني يلعقون بقعة يقول لك ايش لقيت، تعرفون انك عمل شيء ما هو ريض، ما يقول ما يعالقونك، خلونك يعني. بس ما مرسنا في العمل، مرسنا ما تمسكنا العمل هذا. والدي يقول لي لقدي ولقدي سوي ذي، وبعض الشيء يقول لي بس بعينك شوف ما تطبقها بعد. صرف الوالد يراعي ابنه ولا شيء يعني موقف ابنه يم شد على ابنه، ولكن الحمد لله نحن توفقنا على خير وتعليمهم صار خير. هذا بالنسبة لعائلة بقطيان، الشحر مقتصين في الجنابي والفضة من زمان، قدم من أيام الجدود، ثالث جد رابع جد اللي نذكره نحن من يوم خلقت وسني 15 سنة، وانا نشتغل بالشغلة هذه ورثها عن أبي، تعلمت من والدي من هذه مهنة الجنابي والفضة. من 79 أنا الآن إلى حد الآن هذا، أنا مسكت المحل هذا من 79 بداية 80 يعني آخر 79 وبداية 80 وأنا في هذا المحل إلى حد الآن.
كقيمة تجارية لتبادل السلع فيما بينهم البين. ثم بعد ذلك عندما جاءت عملات أخرى أصبحت الفضة تمثل غطاء للأوراق النقدية أو للعملات الأخرى. ثم بعد ذلك حولت إلى التزين، يعني الفضة أصبحت زينة للنساء وزينة أيضا للرجال، فأصبحت تثمن السيوف وتثمن الجنابي وتثمن كثير من الأدوات التي يتعامل بها الناس بقيمة الفضة التي فيها. هذا شغل الحيول، هذا بالضبط الرسمي يعني شغل الحيول، هذا هو من الفترة، هذا أنا مسقط الحيول من الفترة هذك، يعني مش من 79 إلى أو بداية 80، لا بعد، يعني ما تمرست مرس ما أنت مسقط في العمل زين. الحجول التي كانت تلبس وتزين بها أرجل النساء للزواجات وأصبحن في الشروحات وفي غيرها يزفنان بالحجل، فصناعة الحجل أصبحت هي من الصناعات الفضية المشهورة. أيضا ما تلبسه المرأة في رجولها التي قلت الخلخال، فأيضا تفننوا في صناعته وفق تفنن الصانع، فأصبح يجيد شخص معين صناعة معينة على غيره من هذا. فأذكر أن الشاعر حسين المحضار في قصيدة عليه رحمة الله وعليه رحمة الله في العصر الحالي، ولا زالت هذه الأسرة موجودة، مجد آل باقطيان بصناعتهم وتفننهم في صناعة الفضة، فقال يا باقطيان صلح لي ذهاب الجنبية، لازلت فنان وصناعتك صنعة غالية، من قال صنعة من؟ أنا بقول صنعة باقطيان. فباقطيان من الأسرة التي اشتهرت بصناعة الفضة. الفضة كانت موجودة في البلاد هنا من زمان، ونشتري ونصلح نصلح، معناته الفر حق الجنابي، هذا الذهب حق الجنابي، نصلح الذهب الجنابي، نصلح لهم فضة مثلا من يم أشياء اللي بيكونها، وهي معناته تكون من وحيد القرن، الرأس حقها من وحيد القرن، وفي حيوانات ثانية عادة مختلفة. والله هذا أول نحن نجيب الفضة، نشتري الفضة في زبون يوني يقول لك يجيب لك رات الفضة، يجيب لك نصرات الفضة، تشتريها منه، بعد ما تشتريها تقوم بالعملية الصب. أول شيء أول مرحلة عملية الصب، صب الفضة يقولون له في الفرن، نشتغل الفضة وندوبها في النار. وفي الأول كانت المكاين بلا مكاين، الأول يطبعونها الأولين، وبعدين يتهم مكاين حق يد، ومن بعد يت مكاين حق كرهبة، يت وسائل كثيرة من بعد. بس وتعرف بعد ما نصبها نسيرها نخليها مثل ما الماء نجرها يمكن ونفصلها، بعدين نقطعها قطع اللي يبغناها. عندما بعد ما تصب الفضة وتكون جاهزة الفضة مصهورة كذا جاهزة، تقلبها تفرغها يعني في مثال كذا حق الحيول، هاد عريض بترة يقولون لك بترة، بعد ما تصطب تقوم وتجيبها تشلها هذا وتسحبها للمكينة، للمكينة بعد ما تسحبها للمكينة تقص حسب القياس اللي بغيته، ما هذا أكبر قياس كذا عندنا، هذا حق واحد من الحيرين، هذا طلبه بأكبر قياس كده عندنا، شفت كيف؟ وبعد ما تقصه بعد ما تقصه لهذا تسخنه، بعد ما تسخن هذا البترة صفيه، صفي البترة يعني من السوائل تلمع، تكون نوع تظهر لون الفضة الحقيقي، بعد ما يطلع لون الفضة تقوم وتجيب البترة هذا وتجيب تعطيها بالمطرقة وتلفيها على قول يقولون لفي عندنا احنا،
بعد ما تلفيت الحمى قصبة يا زق مدر. بعد ما تخليه كده قصبك مع قلمين قصبك ده تعبيها رصاص، هذا رصاص، هذا رصاص منشان النقشة، منشان أول العطف حقها تعطفها، تعبي الرصاص هذا، الرصاص اللي ميم تفلزه بين الفضة والرصاص بمادة من داخل طلع له مادة تفرز الفضة من الممشان ما يمسك الرصاص في الفضة. بعد ما تطلع بيها تعطف العطف، بيقوم عملية العطف الدور على العقل. بعد ما تقوم بعملية العطف دارت الحبة هذا كمل الدورة حقها تويهت للنقشة إلى نحن هذا الآن له هذه النقشة. بعد ما ننقشها نعيدها للتسخين ثاني مرة مشان ننزل هذا الرصاص منه، صارت سودة الحين، نزل الرصاص منه ما عادش فيها صوت. تمت قعدك ما هذا الحين. بعد ما تتمك ما هذا تقوم بعملية حقها، هذا اللي يقولون لها خيوط، نجيب خيوط لها هنا حق الرقعة، هذا السكروب هنا لها سكروب، واللي قص هذا المكان وتلحمه كله ما هذا تلحمه، وبعد ما تلحمها حقها التلحيم له تركب حق العرق، هذا يقولون له عرق هنا، العرق هذا يقوم تحميل هذا بعد نهاية العمل يعني تقوم بتصفيته كامل. بعد ما تصفيه كامل تقوم بتركيبه مع هذا التركيب حقه. النقشات بالحقيقة هو تبع الصانع، هذا الإنسان يصنع يكون يسوي له كمان تقول أقلام من حديد وينقشه بإذا هذا حسبه طريقته وفنيته على إيش من طريقة أبغاها، ويختلف حق الينابي هذا تقريبا يشابه بعضه، لكن حق فضة النساء هذا مختلف النقشة. الحضري ما يلبس إلا الحجل، بس الحضري يعني الحيل والطرة، هذا يقولون الطر نوع فيه طرة، هذا الحضري بعكس البدوي، بعكس البدوي، البدوي يلبس الحناشة، لحد الآن عادة موجود حناشة، في حناشات يلبسها، سلسلة موجودة يلبسها حاليا يعني لحد الآن، سلسلة ما يلبسها البدوي، هذا سلاسل، في سلاسل عاديات يلبسن، والحناشات هذا البدوي. النساء أول رغبتهم في الفضة أكثر شيء بالنسبة للبدو، أكثر يجهزوا العروس بفضة أول، تشتري لها كل سامانها 20 رطل 25 رطل، دلحين ما تلبس شيء إلا نادر، يا حناشة يا سلسلة، حناشة في المناسبات يا سلسلة يا حزام، عشي تقول ذاك الطلبك شيء تجهل للذهب. إن مدحين على هنا في بعضهم من حضرموت عايشين في الإمارات مثل أو في السعودية، شنو لبس من هنا؟ يقول لك أنا بغيت لبس بدوي كامل، تحطي حناشة وحق الرأس مضرب ويشل لك طقم فضة، طقمات فضة موجودة كامل، يعني طقم كامل شلون السعودية، السعودية ولا الإمارات كمان حاليا لحد الآن موجود شلون. الجنابي تختلف من منطقة إلى أخرى، يعني الجنابي الموجودة في الشمال غير الجنابي الموجودة في المحافظات الجنوبية، غير الجنابي الموجودة في الجنبية الشحرية، تختلف عن الجنبية الشبوانية، تختلف عن الجنبية التي تأتي من
منطقة الهضبة ومنطقة وادي حضرموت. عندنا هنا الجنابي، جنابي أصحاب الشمال عريضة مرة، وجنابينا حطيته مرغوبة القصبي القديمي، بعض هندي يقول لك هندي جان من الهند أول ديل المرغوبات، تقول حديد صلب الهندوان مش حديد عادي، ديل المرغوبات أكثر. قصبي الحضرمية قدها مشهورة. الجنابي نحن حق وحيد القرن، هذا يبون وحيد القرن، كان زمان من الهند وبعدين الحين رجع من السواحل يبون، لكنه محظور عليه حضر معادي في الوقت التالي، هذا معادي أبدا. هذا بعدين يجيك القرن حق وحيد القرن نفصلها، نحن نفصلها الدرابون، شيء يطلع لك 4 شيء يطلع لك 5 عند كبر القرن. بالنسبة للجنبية الميزة قدها الزراف من وحيد القرن، ذيلا قدها الغاليات مرة، وفي نوع ثاني النابل فيل، في مصوعي وبهيص، ذيلا المصوعي والبهيص رخاص خفاف حق أبقار وحق مدري إيش. الزراف ده حق وحيد القرن، يخرج منه الزراف والصيفاني. الصيفاني الزراف هذا القرن الصافي الأصفر، هذا يقولون له زراف ومزرع. القرن اللي يجيك مخضر حق وحيد القرن يرجع للصيفاني، مرغوب أكثر شيء في صنعاء والشمال أكثر شيء. شكل الجنبية الحضرمية تختلف عن، يعني لا أستطيع أن أصف الشكل يعني تحديدا للاختلاف في الجنبية الحضرمية، ولكن يعني تختلف من حياة الغمد حقها، من حياة المقبض أو السن حقها، في اختلاف من ناحية عدم المبالغة في التحدب، عدم الكبر اليد وهكذا. أنا لا أعرف المسميات تحديداً لعلي أصيب أو أخطي، فهذا فهو هنا جوهر الاختلاف. فالجنابي العمانية تحس أنها مبالغ في التحدب حقها، الجنابي التي تأتي من الشمال تختلف عن الجنابي التي هي موجودة. فالجنابي حقنا تكون معطوفة أكثر من المناطق الشمالية أو من بعض المناطق الأخرى. بالنسبة للحديد حقنا له اسم، الحديد كما تقول قصبي قبلي قديمي، هذا معناته بالنسبة للأسامي للحديد حقها. أما بالنسبة للقرن حسب ما خبرتك، زراف صيفان، والقرون الثانية حق حيوانات ثانية مشكلة، ما هي ذاك الرغبة الكاملة أو حق ناب الفيل هذا. زمان الأول يلبسونه معناته من يوم يصبح هو لابسين بيتر ما تغيب، من أول من ناحية إنهم لبسهم، وثاني من مخافة الأول زمان، وذي الحين يلبسون ينابي، لكن على حسب هوايته بيلبسها اليوم، بيلبسها نهار العيد، بيلبسها نهار الجمعة، بيلبسها باستمرار كذا. معنى اختلف لبسهم للوقت الراهن، اختلف إن الوقت الراهن كما تقول دخلوا في أمان وفي حضارة، الأمان هذا والحضارة قللت بعض العوايد حقهم. والله بالحقيقة عنها كانوا البادية بشكل عام، أو البدو هذا بشكل عام، ومن بعدين برضه تحول السادة يلبسونهم بعض الأحيان، المشايخ لهم لبس ثاني خناير، مش صورة ينبية صورة خنير. وبعدين ما هي المسميات حق حد الينابي يا ولدي، إذا يبغاه بس ليش كما يقول يوم إنسان يلبس حاية كان يده أبوه يلبسها تكون لها هي، ما هو كما يوم بيجي واحد يتعدى على شيء ما كان يلبس، والله مو حق هذا مخصوص الينابي، كل ما بيلبس شيء وبيسوي له شيء ما هو مخصوص على شيء. نصب الفضة ونجرها على الماكينة، بعدين نشتغلها بالطرق وننقشها نعدلها وننقشها
وركب سمانها كل الكواثر والعراوي الصافي الفضة الصافي لها نسبة على حسب العيار اللي بغيتها نسبة نحاس. الصافي ما يصلح شغل لأن يجيك مادة رطيبة تو ينقصه في الفضة الصافي، لازم لها نسبة زي الذهب عيار 21 عيار 18 على حسب العيار اللي بغيتها تحط لها نحاس. نجد في النقوش الموجودة في عند أهل حضرموت لا نجد الرسومات الجبلية موجودة، بل نجد الرسومات الساحلية في مناطق أخرى، تجد الرسومات الجبلية موجودة في ساحل حضرموت، تجد سمة طابع البحر موجود والطابع الأفريقي موجود في كثير من الرسومات وفي كثير من التشكيلات، لكن في وادي حضرموت تجد طابع الزراعة موجود، طابع البيئة الجبلية موجود. فهناك الذي يعيش الإنسان يرسمه، يعني لا أعتقد أنه أحد بيرسم مناظر مثلاً عن جبال شاهقة، عن غيران، عن مثلاً أودية وهو يعيش قرب البحر. فالبيئة المحيطة هي التي تميز، وتجد تمييز أيضاً قلت لك في الصناعات الحضرمية الساحلية عن الصناعات الحضرمية التي تأتي من وادي حضرموت. والله الفترة الأولى كان لا بأس حركة أكثر من دلحين، دلحين قل مستواها شوية ولا بأس فيه خلق يجون وفي ذي، بس أول كان بكثرة يعني. والله الخلق دلحين أكثر شيء بالنسبة للفضة، بالنسبة للجنابي معطيل يلبسونهن جم والعطيل كذا نادرا، بعض يلبسونهن بس زي ما تقول الأول فيه حركة أكثر. أغلب زبائننا من البدو أو القبائل الثانية نوح وسيبان والحموم، هذه المناطقهم في حضرموت الداخل، مشغاص، يونا، اليافع برضو بالنسبة للزبائن هذا حق الجنابي. أغلب القبائل حق حضرموت تستخدم جنابي. والله الجنابي زين يم مرن علينا، اشترناهن وبعناهن وصلحناهن. كان أول جنبية توصل ذي الكلام، بعض ما نذكرهم يقولون بـ500 600، نحن نذكر حق 30-40 ألف، الحين يوصلن لـ6-7 مليون باليمني، يوصلن بعض حدود 50 سعودي، 50 ألف سعودي يوصلن هذا الأسعار زيان. هي الغالي لأنها تقع من وحيد القرن، هذا اللي يخليها غالية. بعدين يزينونها بالذهب والفضة، ما أكثر العمد على نوع القرن وحجم القرن، كل ما كبر كل ما زادت قيمته. الرابط انه تداولها، تداول الفضه الانسان الحضرمي اولا كعمله، ثانيا كزينه، تداول الفضه كقيمه تجاريه، تداول الفضه كرافد للصناعات. فالفضه تدخل في كثير من الصناعات، وبل اصبحت الفضه عنصر هام لجوده كثير من الصناعات، سواء كان في الزمان القديم بل حتى يومنا هذا. فنجد الفضة يعني متداولة ولكن كزينة قلت، لكن الفضة هي موجودة. جانب آخر أضحت الفضة من المجالات التي تغش في فترة من الفترات لما ارتفعت قيمتها، فتغش الفضة بالرشد، تمام؟ يعني يحطوا في الفضة نوع من الرشد حتى تصبح لها قيمة، فهذا يعطي انه الانسان تداول الفضة مثلها مثل الذهب اليوم،
الذي تتداوله، ولا زالت الفضة تدخل ضمن الأسواق المال العالمية، فقيمة الذهب ترتفع وتنخفض، قيمة الفضة ترتفع وتنخفض، هي لا زالت على الساحة موجودة الفضة، وإن قل تداولها هنا وأصبحت أسعارها زهيدة جدا عن ما كانت موجودة، أصبح أسعار الفضة قليلة لأنهم ما يستعملوها الناس واتجهوا يستعملون الذهب.